يا دكتور انا بنسى المحاضره بسرعه، يا دكتور انا بنسى الاناتومي على طول. بص يا دكتور انا كنت مذاكر جدا ومفكر كل حاجه قبل الامتحان، دخلت الامتحان نسيت كل حاجه، خرجت افتكرت كل حاجه. دكتور بعد اذنك عاوزين علاج للنسيان النهارده ان شاء الله، هديك 6 تيبس اند تريكس لعلاج النسيان. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. طب يا جماعه النسيان ده حاجه فيسيولوجيكال، حاجه عاديه جدا، يعني اللي هو مش عشان انا ذاكرت حاجه ونسيتها او انا بنساها كل شويه يبقى اذا كده الموضوع بالنسبه لي ان انا بقى يعني دماغي وحشه او ان انا مش بحفظ وكده، لا طبعا. الحاجه اللي انت طبعا يعني لسه مذاكرها اول مره وكل شويه بترجع تفتكرها تاني ده شيء طبيعي يعني، او تنساها كل شويه ده شيء طبيعي جدا وبيحصل على طول. لكن خليني بقى اقول لك الست خطوات كده اللي انا بعملهم شخصيا واللي بيساعدوا جدا في الالان او ان هم يقللوا موضوع النسيان ده. اول خطوه لازم تبقى مفوق ومصحصح وانت بتذاكر، يعني ابسط حاجه ما تبقاش لسه صاحي من النوم مثلا، او ما تبقاش عاوز تنام، او ما تبقاش لسه واكل، او ما تبقاش مقرف اللي هو انت اصلا مش عاوز تذاكر، لا لازم تعمل حسابك ان انت قاعد عاوز تشتغل. ولازم تبقى عندك يا جماعه منبهات، المنبهات مهمه وصدقني لازم تتعود عليها، زي القهوه مثلا، زي تشرب كوبايه شاي، اشرب نسكافيه مثلا. المنبهات مش حاجه اللي هو خطر او انها حاجه ضرر على الجسم، لا طبعا بالعكس، دي بتساعد انها تنشط الدوره الدمويه وبتنشط الذاكره وكده. فطبعا بس كل شيء بحساب وكل شيء بمقدار يعني. لازم اهم حاجه عندي انك تبقى مفوق ومصحصح كده وانت قاعد، ما تبقاش اللي هو انت بتنام على نفسك وقاعد بتسمع المحاضره، طبعا ولا هتركز وهتاخد تقريبا نص المحاضره وهتسيب النص التاني. رقم 2، ابتعد عن الملهيات، يعني ما ينفعش تبقى قاعد بتذاكر الموبايل جنبك. طب ما انت اي نوتيفيكيشن، اي حاجه، اي مسج من اي حد من صحابك هتسيب المحاضره على طول وتقوم جاي ماسك الموبايل. وصدقني الموبايل هو اكتر جهاز في العالم اللي بيضيع وقت، ولا اللابتوب بيضيع وقت ولا التلفزيون بيضيع وقت، هو الموبايل اللي بيضيع الوقت. فانت حل بسيط جدا، ابعد الموبايل عنك خالص، ما تخلوش شغال، او على الاقل اقفل الواي فاي، ما يبقاش الواي فاي شغال، تبقى انت قاعد يعني اللي هو ما بيعملش حاجه، او انت قاعد اصلا رمي تحت المخده انت مش شايفه اصلا. دي كلها حاجات مهمه جدا. طيب زي مثلا ان انت بتذاكر على الموبايل دلوقتي هتعمل ايه؟ ولازم تكون فاتح نت، هتعمل ايه؟ اعمل ميوت نوتيفيكيشن او وقف النوتيفيكيشن. عادي جدا خش على السيتنجز وخش على الابس وشوف النوتيفيكيشن فين واعمل نوتيفيكيشن للفيسبوك مثلا. صدقني دي خطوه جميله جدا، وانا شخصيا عاملها على فكره، وخطوه مفيده جدا وهتكلم عنها ان شاء الله في فيديو بعد كده. نمره 3، امسك قلمك ومذكرتك وانت بتسمع المحاضره، شيء مهم جدا. ما ينفعش تبقى قاعد بتسمع المحاضره ومش في ايدك الورق بتاع المحاضره، لا خليه في ايدك وخلي معاك اقلام، مش قلم، اقلام معاك. ليه؟ لان انت هتشتغل، بمعنى انت شايف الحته اللي الدكتور بيشرحها وفي نفس الوقت عمال بتسجل وراه او بتخطط وراه، بتقول يعني او بتسجل اللي هو بيقوله. بتشوف مثلا ممكن يقول لك يا جماعه الباراجراف ده مهم اكتب عليه مهم، يا جماعه الباراجراف ده بيجي كل سنه اكتب عليه بيجي كل سنه، يا جماعه خدوا التلخيص ده، تقوم جاي كاتب التلخيص وراه. زي مثلا عندك باراجراف رخم كده كبير هو قام جه شرحه بالبلدي، جمله كده بالبلدي، اكتب على طول جمله بالبلدي كده. الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا. انا شخصيا مش بذاكر ابدا، عمري ما اعرف اذاكر كده، لو مش معايا الورقة ما ذاكرش، مش هفتح المحاضرة. بعمل ايه مثلا؟ في ايدي اقلام والمذكرة على طول. بص ومش قلم يعني اقلام، بص مثلا اهو، بص اقلام دايما في ايدي، شايف؟ ليه انا بعمل كده؟ ليه؟ علشان دايما انا عاوز ان انا اكون يعني وراه شغال، فتلاقيني لو مسكت الورق بتاعي تلاقي في سهم طالع هنا دايرة حمراء مكتوب عليها كذا، سهم نازل لتحت مكتوب عليه كذا، الجزئية دي شرحها في صفحة 14، الجزئية دي اتشرحت مرة في صفحة 3، وهكذا. فتلاقيني مثلا بخلص المحاضرة ببص بقى على الكلام اللي أنا المفروض أحفظه، لأني شفته مرة واتنين وعلمته وكتبته ولخصته والدنيا زي الفل. فتلاقي محاضرة ساعة مثلا أو ساعتين تلاقيني ذاكرتها في ربع ساعة 10 دقايق. ليه؟ لأنه أنا يعني مذاكر أو شفت الكلام ده قبل كده، فتلاقيني فاكره لسه في دماغي وحافظه في دماغي، الكلام مش غريب عليا، مش أول مرة أشوفه. نمرة 4، ذاكر المحاضرة أول لما تخلص على طول. دايماً والدك أو والدك زمان كان يقول لك يا ابني أنت مش لسه راجع من الدرس، خش ذاكره دلوقتي. معاهم حق، خش ذاكره دلوقتي، أنت لسه فاكر الشرح، لسه فاكر الحتت اللي محتاجة فهم، لسه فاكر الحتت اللي محتاجة حفظ، فما تجيش بعدها مثلاً بثلاث أربع أيام تفتح الورق تلاقي نفسك مش فاكر الشرح، هتخش تسمع المحاضرة تاني، يبقى أنت ضيعت وقت تاني، لا لازم تذاكر بعدها على طول. نمرة 5، راجع كتير، ودي حاجة مهمة جدا. ايه يعني لما ذاكرتها مرتين ونسيتها؟ راجعها تاني، راجعها تالت، اهم حاجة انك تحل في الامتحان يا حبيبي. ايه يعني لما تراجع كذا مرة؟ المهم انك في الاخر وانت داخل الامتحان وانت معاك ورقة الامتحان تفتكر الحاجة وتحلها. راجع كل شوية ما تزهقش،
انت ما راكش حاجه يعني، راجع كل شويه المحاضره وراجع، وحتى لو انت لقيت نفسك يعني فاكرها لا بص فيها تاني. دي الحاجات دي مهمه جدا. نمره 6، حل اسئله. ودي عاده انقطعت عن كل طلبه الجامعات، ان هو ما بيحلش اسئله. اول مره بيشوف اسئله بيشوفها في الامتحان، ودي حاجه غلط جدا، لان انت مبقاش عندك حساسيه الاسئله، والاسئله مهمه. الاسئله دي بتعرفك انت ذاكرت ولا ما ذاكرتش، ذاكرت صح ولا ذاكرت غلط، ايه الحاجه اللي انت سبتها، ايه الحاجه المهمه اصلا في الدرس اللي انت ما مش مأكد عليها. الحته دي مثلا كانت بتيجي سؤال ازاي، انت ما كنتش عارف بتيجي سؤال ازاي، ما كنتش عارف اصلا انها ممكن تيجي كسؤال، ما كنتش عارف انها جت قبل كده كتير. الاسئله مهمه جدا، وانا المذكرات بتاعتي، لو الناس اللي معاها مذكرات عارفه كده، المذكرات بتاعتي كلها فيها اسئله، لان مقتنع بالحته دي لازم تحل اسئله. وبس كده، هي دي الستة تريبس اند تريكس اللي انا بعملها، وشايف انها هتنفع ان شاء الله باذن الله، وانها هتفيدك جدا في المرحله القادمه. لو عجبك الفيديو دوس لايك، اعمل سبسكرايب، رايك على الفيسبوك، شير على الفيسبوك، ريتويت على تويتر. كان معكم احمد الشمسي، سلام.